الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سورة الكوثر. سورة الكوثر تهلك العدو، فعلا سورة الكوثر تهلك العدو، مجربة مرارا وتكرارا. إن شانك هو الأبتر. تهلك العدو، كيفما كان وأينما كان، إذا اتبعتها يوميا. أسهل ورد لسورة الكوثر هو أنك تقرأه 100 مرة في جلسة واحدة، في جلسة واحدة، وفي كل 10 تقول حسبي الله ونعم الوكيل في فلان، تذكره باسمه. عندي أعداء، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، أو إذا كان عدو فتذكره باسمه، حسبي الله ونعم الوكيل في فلان، في كل 10 حتى تكمل 100. إذا أردت كذلك أن تفرق على الصلوات، أردت أن تفرق على الصلوات، تقرأ 20 مرة وراء كل صلاة، تقرأ سورة الكوثر 20 مرة وراء كل صلاة، وفي كل 10، يعني 10 الأولى 10 الثانية، تقول حسبي الله ونعم الوكيل في فلان، فهمتم؟ أما إذا أردت تقرأ في جلسة واحدة، تقرأ 100 مرة في جلسة واحدة، وفي كل 10 تقول حسبي الله ونعم الوكيل في فلان، أو حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، يوميا في أعدائك إن شاء الله. هذه مجربة من سورة الكوثر. هذا كل شيء، أتمنى لكم خير وإلى اللقاء. الله الله.